التربية والتعليم تعلن عن خطوات التسجيل على منصة أنا المعلم. بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ مبادرات تحت مسمى أنا المعلم وسند المعلم التي أعلنت عنها مؤخرا، وذلك في إطار بناء الثقة مع المعلمين ومكافأتهم على تميزهم في أداء عملهم. وقالت الوزارة أن منصة أنا المعلم برنامج أطلقته الوزارة للمعلمين، ويستهدف توفير خصومات للكثير من المنتجات والخدمات لمعلمي مصر وكوبونات شراء مجانية، وذلك تقديراً لأعمالهم المميزة. ويتضمن مشروع سند المعلم عدداً من الخدمات، وهي خدمة اقبض بدري وعروض للتقسيط وادفع فواتيرك. ويقوم بتنفيذ المشروع شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية وحاصلة على ترخيص من البنك المركزي المصري. وأعلنت الوزارة عن خطوات التسجيل على منصة أنا المعلم، وذلك في الإفيديوغراف التالي.